انخفاض حاد على درجات الحرارة وكتلة هوائية باردة تقترب من المنطقة الوسطى والشرقية من المملكة. التفاصيل بعد قليل. أسعد أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سالت أجواء باردة في المنطقة الشمالية واستمرت درجات الحرارة أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام، كانت نتيجة لاستمرار سيطرة لكتلة هوائية باردة في تلك المناطق. هذه الكتلة الهوائية الباردة يتوقع أن تتحرك جنوبا خلال الساعات القادمة نحو المنطقة الوسطى والشرقية من المملكة تشمل العاصمة الرياض، وانخفاض حاد على درجات الحرارة في العاصمة الرياض اعتبارا من يوم السبت. تفاصيل أكثر في هذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة أو توزيع الكتل الهوائية في طبقات الجو المتوسط اعتبارا من يوم الجمعة وخلال بداية الأسبوع القادم. يوم الجمعة هذه الكتلة الهوائية الباردة تبقى في المنطقة الشمالية، في حين تبقى الأجزاء من المنطقة الشرقية والوسطى تحت تأثير كتلة هوائية دافئة بشكل عام. لكن اعتبارا من يوم السبت تتحرك هذه الكتلة الهوائية الباردة جنوبا نحو المنطقة الشرقية والوسطى بما فيها العاصمة الرياض، وانخفاض حاد على درجات الحرارة. بالتزامن مع هذا الانخفاض الحاد على درجات الحرارة يتوقع أن تتشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي في منطقة تماس هذه الكتلتين المختلفتين في الخصائص، تعمل على نشوء بعض الغيوم المنخفضة والمتوسطة الارتفاع وطول زخات من الأمطار في أجزاء من المنطقة الوسطى والشرقية تشمل حتى العاصمة الرياض، لكن تكون شدة الأمطار خفيفة بالمجمل. يوم الأحد بإذن الله تتسع رقعة تأثير هذه الكتلة الهوائية الباردة وتسجل درجات الحرارة المزيد من الانخفاض في عموم المناطق. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء غائمة جزئيا مع 14 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة، 12 الرطوبة مرتفعة بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة التي ذكرناها والكتلة الهوائية الباردة التي بدأت تقترب من المملكة أو تقترب من المنطقة الوسطى والعاصمة الرياض، أما الرياح تكون شمالية نشطة أسرع. بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض لثلاثة أيام القادمة، انخفاض كبير ومحسوس على درجات الحرارة ليوم السبت 17 إلى 10 مع أحوال جوية غير مستقرة، فرصة لزخات من الأمطار. يوم الأحد استقرار على الطقس لكن المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة 15 إلى 11 درجة مئوية، ويوم الأحد واليوم الاثنين ترتفع قليلا تسجل 17 إلى 11 درجة مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم السبت نبدأها كالعادة من المنطقة الشمالية، تبوك 18 إلى 3، كاكا 17 إلى 4، عرعر 14 إلى 2 مع أجواء مشمسة بشكل عام مع تفرق لبعض الغيوم. المنطقة الغربية المدينة المنورة أجواء صافية بشكل عام 24 إلى 13، جدة 27 إلى 21، مكة المكرمة 30 إلى 21، والطائف 22 إلى 15 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 18 إلى 11، أبها 21 إلى 10، وجزان فرصة لزخات من الأمطار 31 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام رياح نشطة وانخفاض على درجات الحرارة بالفعل تأثير هذه الكتلة الهوائية الباردة 22 إلى 12، حفر الباطن 16 إلى 3، والإحساء 21 إلى 10 درجات مئوية. المنطقة الوسطى الرياض فرصة لزخات من الأمطار مع انخفاض كبير على درجات الحرارة 17 إلى 10، بريدة 16 إلى 7، وحائل أجواء مشمسة مع 15 إلى درجتين مئويتين فقط. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.